بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تصبح جزيرة العرب خضراء ماطرة وأوروبا تعيش موجات حر؟ هل لذلك علاقة بعلامات الساعة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعونا نتابع سويا ما يتعلق بهذا الموضوع والذي يلفت الأنظار كثيرا وكثر الحديث عنه، حيث شهدت شبه الجزيرة العربية منذ الخريف الماضي أمطارا غزيرة وسيولا وثلوجا في بعض المناطق الصحراوية. في المقابل تعرف أوروبا شتاء جافا هو الثاني على التوالي بعد أول سجل نسبا قاسية. فهل سيعم القحط أوروبا وتخضر براري الصحراء العربية؟ أرجو أن تتابعوا معنا حتى النهاية، حتى نصل إلى الأحكام الشرعية والأحاديث النبوية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وعلاقته بما يحدث. فقد لفتت هذه المشاهد في الإخضرار في ضواحي مكة المكرمة المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين تداولوها على نطاق واسع، فيما أتت مقاطع الفيديو تلك بعد أخرى أكثر غرابة، إذ توثق تساقط الثلوج في إحدى مدن الكويت في ديسمبر كانون الأول الماضي. ويعرف عدد من مناطق الجزيرة العربية منذ الخريف الماضي أجواء شتوية استثنائية وسيولا روت مساحات واسعة من أراضيها الصحراوية. في المقابل تعرف أوروبا جفافا للشتاء الثاني بعد نفس الفترة في العام الماضي التي سجلت أرقاما قياسية في انحباس المطر والثلوج. تتضارب النظريات حول هذه الظاهرة الطبيعية، إذ يرجع علماء هذا التحول في نسب الأمطار إلى الاحتباس الحراري الجاري، فيما يرى آخرون فيها سيرورة طبيعية لدورات المناخ التاريخية. أمطار في الصحراء، تشهد المملكة العربية السعودية أمطارا غزيرة وسيولا شملت عددا من مناطق البلاد. ووفق ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في 3 يناير كانون الثاني الجاري، ستستمر هذه التساقطات لتشمل أغلب مناطق المملكة لأكثر من أسبوع. كما تتوقع أن تشهد العاصمة الرياض نهاية أسبوع ماطر قد تستمر إلى يوم الثلاثاء. وحسب ما نشره الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، فإن المملكة ستشهد بداية من يوم الخميس تساقطات مطرية يمكن تصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية مع فرصة سيول وحبات برد، تشمل عددا من المناطق بما فيها مكة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والجوف والشمالية والحائل والمدينة وتبوك. وأشار الباحث السعودي إلى أنها الحالة الماطرة العاشرة التي تشهد والبلاد منذ دخول شتاء الموسم الجاري. ويضيف الحصيني في تغريدة ثانية أن هذه التساقطات ستضم أيضا أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان وشرق البحر المتوسط، وستنحو نحو التوسع والامتداد بحلول يوم السبت القادم، ما يحيل إلى استمرار الطقس الماطر في تلك المناطق. هذا وحسب موقع الطقس العربي، شهد جنوب شرق شبه الجزيرة العربية بما في ذلك عمان والإمارات منذ الخريف الماضي شهورا ممطرة ورطبة، وتسببت هذه الأمطار في سيول وفيضانات أغرقت عددا من المدن السعودية من بينها أجزاء من العاصمة الرياض. وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أواخر ديسمبر الماضي اندفاع السيول بشوارع مدينة مكة، جارفة معها السيارات والعربات المركونة في طريقها. وفي الكويت بلغت نسبة التساقطات التي عرفتها البلاد أرقاما مهمة في عدد من مناطق البلاد، ورصد عدد من مقاطع الفيديو مشاهد السيول التي اجتاحت البلاد بما فيها منطقة الروضتين وخباري شمال الكويت. وفي أواخر شهر ديسمبر كانون الأول الماضي اكتست شوارع الكويت بالبياض إثر تساقطات ثلجية شديدة في ظاهرة نادرة لم تشهدها البلاد منذ عقدين. وعزى خبير الاقتصاد الجوي محمد كرم في تصريحاته لوكالة الصحافة الفرنسية هذه الظاهرة إلى سقوط كميات كبيرة من الأمطار بلغ حجمها 66 مليمتر في ميناء الأحمدي وانخفاض درجات الحرارة، متوقعا تكرار الظاهرة خلال السنوات المقبلة. بالمقابل جفاف قاس في أوروبا، تشهد أوروبا للعام الثاني على التوالي
انحباس الأمطار والثلوج لمستويات قياسية، وحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ستقل التساقطات المطرية وموجات الصقيع التي تشهدها أوروبا هذا الشتاء، كما لوحظ انخفاض شديد في الأنهار الجليدية والتربة الصقيعية ومدى الغطاء الثلجي والمدة الموسمية للثلوج عند الارتفاعات العالية. وكانت 2022 السنة الثانية الأكثر دفئا في تاريخ أوروبا وفق ما كشفه تقرير أخير لمعهد متخصص في المناخ. ويضيف ذات المصدر أن درجة حرارة القارة العجوز ارتفعت بأكثر من الضعف خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وحسب خبراء المناخ واجه كل من إسبانيا والبرتغال العام الماضي أقصى موجة جفاف منذ 1200 سنة بعد الشح الكبير في الأمطار الذي عرفته تلك البلدان الشتاء الماضي، وموجة الحر الكبيرة التي توالت عليها منذ شهر أبريل نيسان الماضي، ما يضعها أمام أزمة مياه. وفي فرنسا حيث أثر جفاف شديد على المزارعين وأدى إلى فرض قيود على استخدام المياه العذبة، بلغت الأمطار الشهر الماضي 9.7 ملم فقط حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، ويشكل ذلك تراجعا بنسبة 84% عن المعدل المتوسط في يوليو تموز بين عامي 1991 و 2022، ما يجعله أكثر الأشهر جفافا منذ مارس أذار 1961 وفق الهيئة. وشهدت الحدود بين سويسرا وإيطاليا تغيرا إثر ذوبان نهر تيدول الجليدي. وفي هذا السياق حسب خبراء البيئة فإن موجات الحر التي تضرب أوروبا ساعدت على زعزعة استقرار الأنهار الجليدية وذوبانها بمعدل 3 إلى 4 مرات أسرع مما يحدث في أجزاء أخرى من نصف القارة الشمالي. تضارب النظريات. يرجع خبير الاقتصاد الجوية والمدير السابق لإدارة الأرصاد الجوية الكويتية محمد كرم الأمطار الغزيرة والتساقطات الثلجية النادرة التي عرفتها البلاد إلى التغيرات المناخية التي يعرفها العالم، وهو ما يعتقده قطاع واسع من الخبراء، إذ يعتبرون انقلاب المناخ في شبه جزيرة العرب إلى الرطوبة والأمطار إحدى ظواهر الاحتباس الحراري. وبشكل معاكس يعزي ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا إلى نفس الظاهرة، وهو ما أكدته تقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إذ أوضحت أن التدفق الهواء القوي للجنوب الغربي تسبب في جلب الهواء الدافئ من شمال غرب إفريقيا إلى خطوط العرض الوسطى الأوروبية. هذا الهواء الأكثر سخونة من المعتاد كان أكثر دفئا عند عبور شمال الأطلسي بسبب درجة حرارة سطح البحر المرتفعة أكثر من المعتاد. في المقابل يرى خبراء المركز العربي للأرصاد أن التحول المناخي في جزيرة العرب ظاهرة تاريخية عرفتها المنطقة قبل قرون عديدة، إذ كانت منطقة خضراء قبل تصحرها. ويعتقد عدد من العلماء أن أسباب التغير المناخي الذي قلب الصحراء خضراء ثم أعادها صحراء هو انحراف دوري في محور الكرة الأرضية يؤدي إلى تغيير في انحناءة الكوكب، فتتغير قوة الشمس التي تضرب بقعة معينة من الأرض، ويؤدي التغير الشمسي إلى تغير مناخي. هل لذلك كله علاقة بأشراط الساعة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبي هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحد يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. إن كل من عاش قسوة الحاضر يدرك المناخ الصحراوي لشبه الجزيرة العربية، وذلك بسبب وقوعها بين خطي عرض 12 و32 شمال خط الاستواء. ونتيجة لهذا الموقع كان السمة العامة لهذه المنطقة قلة الأمطار وندرتها وارتفاع درجات الحرارة وغياب الغطاء النباتي الطبيعي ووجود بيئة صحراوية قاسية لا تجد فيها مفردات لغوية تنبئ عن الخصوبة والبرودة والوفرة المائية. هذه السمة المناخية طويلة
طويلة في تاريخ المنطقة تمتد جذورها ضاربة في أعماق التاريخ القديم، وإننا نجد ذلك واضحا عند تأمل القرآن الكريم. فالآية التي تتحدث عن هروب موسى عليه السلام إلى مدين وهي واقعة في شبه الجزيرة تقول: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا عن قوم عاد: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وأيضا ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ولكن ماذا كان في الماضي السحيق؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، أي أنها كانت كذلك في السابق. والمرج عند أهل اللغة الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب، أي تسرح مختلطة كيف شاءت. وكل دارس للجيولوجيا يعلم ما شهدته الكرة الأرضية في فجر التاريخ من عصر جليدي شديد البرودة وما تلاه من ذوبان لذلك الجليد. وبحسب التوزيع الحراري يقتضي ذلك أن شبه الجزيرة وفي وقت لاحق كانت معتدلة المناخ دافئة نسبيا، الأمر الذي يشير إلى تهيئ ظروف ساعدت على نزول الأمطار الغزيرة ونشوء الغابات وجريان الأنهار. أما المستقبل فيشير إلى العودة الثانية للغطاء النباتي المكلل بالأنهار لشبه الجزيرة العربية. لكن يبقى السؤال: هل الحديث يشير إلى العودة الكاملة الطبيعية لهذه المظاهر أم أنها بسبب الجهود الزراعية وتدخل الإنسان؟ هنا نقف على مفترق طرق. فالإمام القرطبي يرى أن هذه المظاهر ستكون بفعل التدخل البشري وجهوده في الاستصلاح، وفي ذلك يقول: وتنصرف دواعي العرب، أي آخر الزمان، عن مقتضى عادتهم من انتجاع الغيث والارتحال عن المواطن للحروب والغارات ومن عزة النفوس العربية الكريمة الأبية، إلى أن يتقاعدوا عن ذلك فيشتغلوا بغراسة الأرض وعمارتها وإجراء مياهها كما قد شوهد في كثير من بلادهم وأحوالهم. بينما يشير المشتغلون بعلم الأرصاد والمناخ والدارسون للعلوم الطبيعية أن معالم الفترة الجليدية القادمة قد بدأت، وما يستلزمه ذلك من التغير المناخي لمنطقة شبه الجزيرة العربية، ويصب في ذات الاتجاه الكلام عن الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى ذوبان الجليد والتأثير على الجزيرة العربية ولكن على المدى البعيد. وسواء علينا التفسير الأول أو الثاني فكلاهما يشملهما الحديث، لأن مؤداهما واحد وحقيقتهما واحدة. فإن الحديث لم يكن نصا على طريقة بعينها، وإنما تحدث عن النتائج وعن التصور المستقبلي عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا. ولعل في الأحاديث التي تذكر الأحوال في آخر الزمان حين نزول نبي الله عيسى عليه السلام وما تدل عليه من إخراج الأرض لبركاتها أن تحقق هذه النبوءة سيكون في أكمل صورة آخر الزمان. وثمت حديث آخر له علاقة جزئية بقضية وهي ازدهار منطقة تبوك تحديدا بالجنان، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. متفق عليه. والقرب الذي يدل عليه لفظ الحديث يوشك ليس بالضرورة أن يستلزم رؤية معاذ رضي الله عنه لتأويل هذه النبوءة وتحققها، لأن القرب قرب نسبي، بدليل أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بذاتها كانت دليلا على القرب الشديد لقيام الساعة، وقد مر على بعثته ما يزيد على 1400 عام. وعلى أي حال فإن كل زائر لمدينة تبوك في أيامنا هذه يعلم التوسع الزراعي فيها وما تخرجه أرضها من الثمرات المتنوعة وما تزدان به مدنها من الأشجار والحدائق، ولا ندري لعل المستقبل يخفي لنا تجليات أكبر لهذه النبوءة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.